بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو جديد ان شاء الله. معانا عصابة اهو، لحمة مفرومة وبصل، معانا بطاطس، معانا خرشوف، دول كانوا متفرزين في التلاجة. وتنظيف البطاطس بنشيلها بردك عشان هنحطها تحت في الصينية. ومعانا صلصة من اللي احنا مفرزينها، بصل وثوم. هيجي العصاج، ومعانا جندفلي ان شاء الله هنعمله مع الاكل النهارده، جندوفلي بلدي. هنحط بقى الصلصة على النار، هنحط فيها معلقة سمنة، معلقة زبدة، اي معلقة اي حاجة اللي انتوا بتعملوه. بعدين بنحط البطاطس، بنحط الخرشوف، هنحطه فين؟ على الطاسة، يا دوبك هنديله تشويحة بس. هنحط زعتر، اهم حاجة في الاكل بردك دي زعتر. هنحط فلفل اسود، هنحط ملح. هتلاقي نسبة الزعتر اكتر. لو ادي الخرشوف اهو مطرح ما طلع من الفريزر، وريهولكوا اهو. بنشوح شوية شوية اهو بالمنظر دوت، وبعدين بنطلعهم. عاملين العصاق طبعا باللحمة المفرومة، هو في اجي اهو بوريكوا البطاطس والخرشوف، العصاق واللحمة المفرومة، بصل مستشوح على النار، بنحط عليه اللحمة المفرومة، بنحط ملح، فلفل اسود، مرقة، او بنحط زي ما انتوا عايزين. ده بواقي البطاطس اهي اللي احنا كنا مفرزينها بردك، عشان بناخدها بنحطها نفرش بيها الصينية. عندكم اي حاجة تفرشوا بيها الصينية. ده بصل وتوم، ادي معلقتين دقيق، بنحط مادة دهنية على النار، بنحط معلقتين دقيق. هنعمل بشاميل بسيط كده، نشغل المعلقة، بنحط اللي هو الويسك دوت، وبعدين بنقلب، بنحط اللبن اهو يا دوبك بس يتشوح شوية الدقيق. بعد كده بنكمل نحط اللبن، ونحط بقى هنحط بطنس ايه جبنيت، هنحط جبنة، ونحط بقى الفرشة اهو. كان عندنا بطاطسين مقليين، كان عندنا البطاطس اللي احنا شوحناها اللي هي قلب البطاطس. اي حاجة انتوا عندكم ممكن تحطوهم من تحت، ممكن مفيش ما تحطوش. ناخد بقى العصاج، واجيب بشاميل اهو، هناخد ادي نبتدي بقى نحشي الخرشوف، البطاطس، اي حاجة، نحطهم كلهم صينية مع بعض. بالشكل ده اللي احنا شايفينه، ده الخرشوف اهو. نخلص الخرشوف، بعد كده هنبتدي نكمل البطاطس ان شاء الله. طبعا كله متشوح على النار بالملح وفلفل اسود، وعندنا اللي هو الزعتر. اجي اهو بقيه البطاطس اهي بنعملها، بنكمل الصينية بالمنظر اللي احنا شايفينه ده اهي، بالمنظر دوت تحفة اساسا. عايز تتاكل هي كده. بقية الصلصة اللي احنا كنا عاملينها مسبكينها اهي، بنحط بقى على الصينية كده كبشتين كده ولا حاجة، بتديها طعم شوية، وبتكسر اللون اللي هو الابيض ده شوية، بتبقى لونها حلوة كمان يعني، بخلاف الطعم، بخلاف الطماطم مسبكين احنا بصل ثوم، حاطينه في الطماطم مغلينه مع بعض زي كده، وحاطينه في على النار. ونحط البشاميل، البشاميل هنا طخن عشان حطيناه وزودناه جبنة، حطينا جبنة موتزاريلا بس ما حطيناش حاجة تاني، بتدي للبشاميل طعم كده حلو من غير بيض ومن غير اي حاجة، يا دوبك كده اهو بالمنظر دوت. وبعدين كده كده هندخلها الفرن. كانت حكاية والله، كانت جميلة جدا.
جربوها ان شاء الله هتعجبكم. هنعمل بقى ايه الجندوفلي؟ ادي الجندوفلي طبعا مغسول حلو كويس جدا. هنحط البصل، هنحط كمون، هنحط ثوم، وهنحط ليمون، وهنحط خل، وادي الملح اهو. وادي الثوم اهو، ونقلب كل المكونات دي كلها مع بعض، ومعلقة زيت في الاخر، وبنسيبها لما تيجي الفطار، لان اساسا ما بياخدش اقل من 5 دقايق، بيستوي بسرعة. وادي الخل اهو، نقلب ونسيبهم عشان قبل الفطار ان شاء الله بنسويه. هنا كان قبل الفطار بقى بنبتدي نسوي الجندوفلي اهو، يا دوبك بقى ممكن ننطقه كده او بالمعلقة بتقلب. هو اساسا ما بيستح يعني بيستوي بسرعة، المية بتاعتهم دي جميلة قوي. اللي عايز يبقى شوربة جندوفلي يحط شوية مية زيادة، اللي مش عايز بيحط بيسيب بيكتفي بالمية بتاعتها بس. وادي البشاميل بتاعنا اللي هو الخرشوف والبتاع ده، والطبق كان والقيس من قبليها. وادي الجندوفلي، وادي الصلصة اللي احنا مطلعينها، وهو سلقنا مكرونة كده عشان اللي مش عايز عيش ولا عايز حاجة يبقى بياكل مكرونة بيضة ويحط عليها الصلصة. وادي طبق سلطة، وده كان فطارنا النهاردة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة سوسو، قناة منزلية بسيطة وأنيقة. سلام عليكم، ونتقابل فيديو جديد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين من سفرة رمضان.